ومرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا لاباس وبخير. رجعنا لكم اليوم في روسات جديده. اليوم باش نقدموا لكم اللوبيا كلاسيك يعني معروفه لهنا في تركيا. ماهيش باللحم يعني نورمال كيما نقولوا نحن في تونس لوبيا كذابه بلاش الحم يعني. نتعدوا لطريقه التحضير. باش ناخذوا نحطوا هكا 5 مغارف زيت ماكله، هذا الزيت نتاعنا سخون. نصبو توا البصل، نصبو معاه 3 قرون فلفل اخضر. هذا اختياري الفلفل الاخضر، تحب تحط تحب ما تحطش. ناخذ هكا مغرفه صغيره ثوم اللي كنت وريتكم طريقه التصبير نتاعو، مغرفه صغيره هكا باش نقليها مع البصل والفلفل. نقلي البصل والفلفل هذايا تقريبا لمده 3 دقائق. كما تشوفوا هذايا الفلفل والبصل نتاعنا تقلى. تو باش نزيدوهم مغرفة طماطم. اللوبيا هذايا تنجم اختياري يعني تنجم تحطها في طيبها في الكوكوت تقريبا 15 دقيقة، ما تاخذلكش برشا وقت. انا خيرت اني نحطها في الطنجرة العادية. الفحار ديجا مانيش باش نستعمل جوست باش نستعمل ملح هكا هاو. الفحار زاد اختياري، تحب تحط تحب ما تحطش. الطماطم نقلوها مدة فتحتين ثلاثة هكاكا. كيف ما تشوفوا هذه اللوبيا متاعنا حضرت. توا باش نحطها في طبق التقديم. حطيناها توا في طبق التقديم. ان شاء الله الروسيت هذه عجبتكم، ان شاء الله الفكره تكون عجبتكم. خاطر هي عندها برشا طرق يطيبوا بها. ديجا هذه من غير الحم جوست هكا كيما نقولوا نحنا في تونس لوبيا كذابه، تتقدم مع الروز كطبق رئيسي. تنجم تعمل اللحم، الفلفل الاخضر اختياري كيما قلت لكم، تنجم تحطش. الفحات زادت نجم تحط نجم تحطش. ان شاء الله تكون الروسيت عجبتكم وحصلت منها الافاده. نتقابلوا ان شاء الله في روسيت جديده ونستنى اقتراحاتكم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفي امان الله.